للبنك المركزي قدمنا شكوى على مصرف المحيط بالكاظمية. احنا قدمنا قرض، القرض بصمونا هنا على 50 مليون، عرفت عيني؟ قرض شنو، اسكان لو شنو؟ لا، مال شو اسمه، مال قطعة قاع على بيت، يعني قرض. اي قرض اسكاني صح. اي بس هو مو على اسكان، على رافدين، عرفت عيني؟ انطونا اول وجبه 15 مليون قصوا منها 915، يابا شنو هاي؟ رسوم. اجينا الوجبه الثانيه انطونا 10,000، 10 ملايين قطعوا من عندها 675، قالوا هاي رسوم. يوميا رسوم؟ اي والله هاي رسوم مره واحده هي. لا اثنين وما اعطوني وصل. رسوم بلا وصل؟ بالله العظيم. فساد هذا رسوم بلا وصل. اي جينا قدمنا شكوى هنا البنك المركزي. عرفت عيني؟ طلعوا وياي شو اسمه هذا يقول وياي المحقق. ما ادري ايش قرا ولا غزاله ما ادري ايش انشكل ولا ما يستقر 25. يا ابو انا انتم بصمتوني هنا أنا بالدائره العامه على 50 مليون. هسه رحت راجعت مدير الشعب عشان تقول لي حجي هاي اكتفوا ب 25 مليون. قلت له عمي انا موقع على 50 مليون. عرفت؟ وما اعرف شو اسوي والله. يعني مصرف يبوك مواطن ما ادري. فتشغله مصرف حكومي لو لا حكومي، الحكومه الشكل الاهل عشوه بالله العظيم. وهذا مصرف المحيط بالكاظمية، لا المديره تفتهم لا المعاونه لا رئيسه قسم. يعني كل ما يعطوك وجبه من القرض ياخذون مبلغ. ياخذون مبلغ، يا بشنو هذه؟ والله هاي رسوم للدوله. احاكي المديره كانت تقول لي على معيونه، على معيونهم يعطونك 50 مليون. هاي المديره. الدوله على معيونها تعطي 50 مليون؟ اي والله. ليش؟ قابل المطين من جيبهم هم؟ والله ما ادري. اكو تخصيصات للقروض. اي قالت هم ياخذون اللي قدام من عندك. بالله العظيم. هسه جيت وصار 6 اشهر. حصلت شيء من الشكوى؟ لا وينك؟ اكتفينا ب 23 و 100. يعني قطعه 1,600,000 من ال 25. من 50 القرض صار 25؟ 25 قطعه 1,600,000. ايش قصه؟ 23 و400. هاي دولتنا الكريمه. بعد ما تستلم 25 بعد؟ لا قالوا هذا هو. يا انتم مو بصمتوني. على 50 بصمتوني. جينا هنا قالوا للرقابه العامه قالوا احنا وياكم بصمينك وهاي تعرف مدير ما يطب مدير يطب مدير مخالفه هاي مخالفه قانونيه كبيره هي اكبر شيء هاي والله زين وهي نفس المدير هناك قلت له راح اشتكي بالرقابه العامه ابو حيدر ترى كل شيء ما يسوي لك والله وفعلا فعلا والله زين وشلون هاي انا؟ مديره تقول لك ليه ما تحصل شيء؟ ما تحصل شيء؟ اي والله حصل شيء لا كل شيء ماكو اخذوا من عندنا 26 مليون ونص وطوله 23 مليون ونص واحنا موقعين على 50 وين اكو شيء فيك؟ الله يكون بعونك مشكله هاي مشكله كبيره ممنون لك حبيب قلبي